وزير التعليم يفتتح مؤتمر التعليم بين التحول الرقمي والأنسنة. شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اليوم فعاليات افتتاح مؤتمر التعليم بين التحول الرقمي والأنسنة، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولاً. كما شهد الدكتور رضا حجازي خلال المؤتمر توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين كل من شركة التعليم المتوازن وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وبين مؤسسة التعليم أولاً ومؤسسة فاهم التي تعمل على تطوير مهارات المعلم المصري وتعزيز التحول الرقمي في مجال التعليم.